لا يتكلم العربي سيد قبال. أنا ولدت في المنفى وأنا أكبر هناك، وأي واحد في المنفى يعرف مدى صعوبة تعلم عدة لغات، وأفهم اللغة العربية قليلا، فأنا لست واثقا من اللغة تماما لأتحدث بها. إننا ككرد في العراق قد لعبنا دورا هاما جدا في بناء العراق الجديد، سواء في تشكيل الحكومة الأولى أو في صياغة الدستور أو في تشكيل الحكومة الأخيرة. فالعراق ليس لي أو لجماعة معينة، وهذا ليس قضية بين كردستان وعرب العراق، إنه حول الدستور وكيف يدار الدستور في البلاد وكيف ينظم البلاد وكيف يمكن في نهاية المطاف أن نعيش حياة معا في بلد واحد.